شذوذ الجنسي. يعتبر من أعظم الجرائم وأقبح الذنوب وأسوأ الأفعال، وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، فأخذهم بالصيحة وهي تدل على انتكاس الفطرة وطمس البصيرة وضعف العقل وقلة الدين، هي علامة الخذلان وسلم الحرمان. نسأل الله العفو والعافية. قال عز وجل: ولوطا إذا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كانت عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم. قال سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتسومين إنها لبسبيل مقيم. صدق الله العظيم. إلى غير ذلك من الآيات. وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن أبي عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا، وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي لكن اختلفوا في طريقة قتله، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار، وهذا قول علي رضي الله عنه، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم قال يرمى به من أعلى شاهق ويتبع بالحجارة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، ومنهم من قال يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضا.